الاكل اتعمل عشان ناكله بالهنا والشفا، ده موضوع مفيش فيه ديبيتس. وسناننا اتعملت كخطوه الاولى ان هي تكسر الاكل وتمضغه وتعمل له ميكسنج مع السلايفا، فلما يخش في بقيه جسمنا تمشي الدنيا كويس. اوكي، فمفيش حاجه اسمها في اكل مضر، خلاص. العربيه اتعملت عشان تمشي واتعملت فيها عداد عشان تاخد سرعه، لكن هتفضل ضغط على العربيه ممكن تحرق فيها حاجه. هي بالظبط الفكره كده في اسنانك. الفكره انك لو كلت ما غسلتش دي مشكله، لو عرضت جسمك او بقك لجرعه عاليه جدا من السكريات ده معناه ان المستوى الحامضي هيزيد جدا في بقك، معناه ان البكتيريا تبقى بتاكل كويس قوي فتنشط كويس قوي فتكتر فتعمل معدل تسوس اعلى. فالبالانس مطلوب، يعني مفيش جمله اسمها ما تاكلش كذا للحفاظ على اسنانك، لا، كل بحدود. ولما تاكل حاجه ستيكي، حاجه فيها او هتبوظ الميديا وتخليه حامضي مثلا في بقك، او فيها سكريات، او فيها واتيفر ممكن يساعد على التسوس او على المرض اللي عندك، هدوء. ما انت ممكن يكون الاكل المضر لبقك حاجه مملحه في بعض الاوقات، ممكن يكون الحاجه اللي تعملك اكسبوجر عاليه لو انت واحد بيكسر على ثلج او حاجات زي كده، كلها حاجات مؤثرات تبوظ الميكانيزم اللي ماشي جوه بقي، تبوظ البي اتش بتاع بقي، تعمل صدمات للعصب بتاع السنان بطريقه ولا باخرى، فبالتالي تعمل مشكله. كل بحدود، مفيش بقى حاجه اسمها في فينير ما بناكلش عليها وحشوه ما بناكلش عليها وجسمك ما عملش، ده كله كلام، مفيش الكلام ده خالص، ملوش اي اساس من الصح. العقل بيقول كله بحدوده بالهنا والشفا، لكن لو انت هتخش في تفاصيل وتقولي ان الاكل بيأثر، اه طبعا على اللونج تيرم الاكل بيأثر. لما تاكل فيها حاجه فيها كاربس كتير، لما تاكل حاجه فيها سكر كتير، لما تاكل حاجات زي كده، لا طبعا ده على اللونج تيرم هيزود الميديا من الحامضي، فبالتالي يعمل معدل تسوس. الموضوع يكون ادق واكثر قوه في الاطفال، لكن الكبار خلاص هو بالهنا والشفا ووصل وبيعمل، ده عنده مصايب تانية زي التدخين والشيشه، ما دي حاجات قال عنه ده اللي فرحتي ان هو بيدخن 200 سجاير في اليوم، بس انا قلت له ما تاكلش سكر، اني قال عنه. لا، بالنسبه للاطفال الموضوع ليه تاثير قوي وصريح، لان الموضوع فيه نوليدج كمان عند الام. الام بقى الجزء اللي انا ذكرته في الاول ده ما بيكونش موجود، اللي هو نغسل سناننا. هتلاقي بقى الموضوع بيروح هنغسل سنان اول سنه الابن امتى، طب نروح الدكتور سنان امتى، ففي يعني انبوت عالي جدا للسكريات وللكاربس والحاجات اللي تعمل ميديا حامضي، لكن مفيش تعامل معاها صح. انا بديله يعني منتاليتي مختلفه، عشان كده حتى يعني دايما بقول لهم للامهات ما تستفزوش ولادكم، يعني انت عايزاه ما ياكلش حلويات، بس انت خدتيه في السوبر ماركت في كوريدور الحلويات رايح جاي رايح جاي رايح جاي، انت هو لسه مش عارف اي كلمه بس سامع ماما طول النهار بتقول لبابا انا عايزه هات لي حاجات تشوكليتس وبتاع، فما هو نفسه زيك. احنا ابهاتنا مهما اتغيرنا، يعني احنا لو فكر كل واحد فكر فينا كده بيكبر وبيتعامل زي والده ووالدته زي ما عملوا بالظبط. مهما كان لينا شخصيتنا ومهما كنا يعني ايه، هتلاقينا بنبقى على الاقل 50-60% منهم، واكيد في طريقه الاكل هتلاقي دايما حتى في النوم يقول لك ده بينام زي باباه، بياكل زي باباه، صح؟ طب ما هو ده الطبيعي، ما هو بياكل حلويات زي مامته ما كانت بتطلب زمان، مامته طول النهار بتجيب حلويات فهو طلع بياكل حلويات، مامته طلعت بتاكل خضروات هيطلع بياكل خضروات. فما تستفزش ابنك لدرجه ان دي تكون طريقه بتصالحه بيها وبتحايله بيها، فهو في دماغه بقى بالنسبه له الحلويات دي حاجه جامده قوي. انا كانت ليف ذاتك، يعني مش عارف اجو اون من غير ما يبقى عندي الحاجات المسكره دي. بعد كده ما نغسلوش سنانه، لان مفيش المينتاليتي بتاعت ان احنا نعلمه يغسل سنانه ويروح للدكتور. اوبس، ده سنانه باظت. طب ما طبيعي، يعني قاعد تدمر فيها، انت متخيل؟ هل هي سنان؟ لا طبعا، ده هي سنان طبيعيه جدا مش جايه من الجنه يعني.